أصدر بريد البحرين بوزارة المواصلات والاتصالات وبالتنسيق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار مجموعة من أربعة طوابع تذكارية تستعرض جانبا من التراث لمملكة البحرين. ويأتي هذا الإصدار بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية. وقد تم استيحاء تصميم الطابع من الكنوز التي تمتاز بها اراضي البحرين وبحارها والتي عرفت بامتزاج مياهها وهي الظاهره التي يمتاز بها اللؤلؤ البحريني